من آل بيت المصطفى شع الهدى، وبهم طريق الحق نورا عبدا. هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا. فيهم من المختار بانت سنة، أقوالهم نور يضيء الفرقدا. عنهم روى التاريخ خير رواية، من بات يقرأها فيصبح مرشدا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي أخواتي الكرام، ها نحن وإياكم في جولة تاريخية أخرى نأخذكم فيها إلى زمن الإمام علي عليه السلام، إذ دارت حوله خير عصبة وخير صحابة، إذ نالوا من شرف صحبته ما نالوا. كانوا بعد الرسول صلى الله عليه وآله خير أصحاب لعلي الخليفة الشرعي. من هذه الصحبة كان عمار بن ياسر، هذا الفضل الهمام الذي لم يفارق أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في كل زمان ومكان حتى استشهاده. اليوم سنكون وإياكم في مشهد يمثل أبا يفتخر بابنه الذي حفظ أحاديثا عن الإمام علي عليه السلام، وما جرى في هذا المحضر من ذكر لعمار سلام الله عليه، وكيف كان يحب أمير المؤمنين. روحي له الفداء، لنشاهد ونعود بالحكمة. ومن أقوال الإمام علي عليه السلام: إذا أحب الله عبدا ألهمه حسن العبادة. أحسنت يا بني، أحسنت. إني أرى في ولدك علي ما رأيته بعمار بن ياسر حين سأله أحدهم ذات مرة: ما حملك على حب علي بن أبي طالب عليه السلام؟ وماذا قال؟ قال: قد حملني الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنزل الله تعالى فيه آيات جليلة، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه أحاديثا كثيرة. هل حدثتنا عما قاله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولما لا أحدث، ولقد كنت بريئا من الذين يكتمون الحق ويظهرون الباطل. كنت مع رسول الله فرأيت عليا عليه السلام في عدد من الغزوات يقتل عدة من أصحاب راية قريش، فقلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إن عليا جاهد في الله حق جهاده. وماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: وما يمنعه منه، إنه مني وأنا منه، وإنه وارثي وقاضي ديني ومنجز وعدي وخليفتي من بعدي. لم يعرف لولاه المؤمن المحض في حياتي وبعد وفاتي، حربه حربي وحربي حرب الله، وسلمه سلمي وسلمي سلم الله، ويخرج الله من صلبه الأئمة الراشدين. فاعلم يا عمار، إن الله تبارك وتعالى عهد إلي أن يعطيني 12 خليفة، منهم علي وهو أولهم وهو سيدهم. ومن هم الآخرون؟ الثاني منهم الحسن بن علي بن أبي طالب،
والثالث منهم الحسين بن علي بن أبي طالب، والرابع منهم علي بن الحسين زين العابدين، والخامس منهم محمد بن علي، ثم ابنه جعفر، ثم ابنه موسى، ثم ابنه علي، ثم ابنه محمد، ثم ابنه علي، ثم ابنه الحسن، ثم ابنه الذي يغيب عن الناس غيبة طويلة، وذلك قوله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، وذلك قوله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، ثم يخرج ويملأ الدنيا قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. يا عمار، سيكون بعدي فتنة، فإذا كان ذلك فاتبع عليا وحزبه، فإنه مع الحق والحق معه، وإنك ستقاتل الناكثين والقاسطين معه، ثم تقتلك الفئة الباغية، ويكون آخر زادك من الدنيا شربة من لبن تشربه. هذا ما قاله عمار بن ياسر. بارك الله بك يا بني. أحسنت يا بني. هيا هيا يا بني، هيا تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عدنا إليكم أيها المؤمنون بعدما شاهدنا من تجسيد لمحبة علي صلوات الله وسلامه عليه من أصحابه البررة. هنالك جملة من الحكم، منها عدم الاكتفاء بالادعاء بالتشيع، وضرورة تطبيق كل الصفات والسمات المتعلقة لمن شايع وتابع أمير المؤمنين علي عليه السلام، كسلمان وأبي ذر والمقداد، وبطل قصتنا عمار بن ياسر سلام الله عليه. والحكمة الأخرى هي إننا من الضروري جداً أن نعلم أبناءنا التطبيقات العملية للتشيع حتى يكون لسانهم لهجاً بذكر محمد وآل محمد، وينالهم من أنفاس محمد وآل محمد. أستودعكم الله. أرباب علم والحليم مريدهم، من زاغ عنهم في جهنم خلدا، ما إن تمسكتم بهم فلتعلموا أنتم بها الأعلون إن حل الردى. هم خير آيات وخير تلاوة، أبناء فاطمة وفيهم يقتدى، إذ لن تمس النار جسم محبهم، فاطمع إذا في حبهم وتزودا.